السيدة السادة أجمال إقليمية في مختصة ديال الكونفرنس السادة البشروات السادة رؤساء الدورات السادة رؤساء الدور الحضرية ورؤساء اللجان المحلية والكلية البشرية أنا نعطي الكلمة مباشرة للسيدة رئيسة قسم العمل الاجتماعي باش تكون العرضيات وبمكونات برنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب تفعيل هذا البرنامج في النقطة الثانية عبر تدبير منصات الشباب الإنصات والتوجيه وكذا من خلال تفعيل المحاور التالية محور أول تعزيز قابلية الشغل لدى الشباب المحور الثاني دعم الحس المقاولاتي لدى الشباب المحور الثالث تحسين الدخل الاقتصادي الاجتماعي والتضامني النقطة الثالثة تتعلق بالمصادقة على الجمعيات التي ستسهر على تسيير ملاعب رياضية ومراكز سوسيو رياضية للقرب المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على إحداث وتهيئة وتجهيز ثلاث مقرات لاحتضان منصات الشباب في الإقليم بكل من المركز السوسيو تربوي والرياضي بحي الوفاء بمدينة القنيطرة مركز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي بسوق الأربعاء الغرب ودار المواطن في بشرية سيدي الطيبي كما يرتكز برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب على مهمتين أساسيتين على مستوى منصات الشباب الثلاث بكل من مدينة القنيطرة مدينة سوق الأربعاء الغرب وبشرية سيدي الطيبي 15 مستفيد والمستقبل وزوجية نمية 15 مستفيد بالمنصة الثلاث 600 منهم ذكور و215 منهم بنات تم توجيه 640 مستفيد إلى محور دعم الحس المقاولاتي و154 مستفيدا إلى محور دعم الشغل بمنصة مدينة القنيطرة تم استقبال 537 مستفيد ومستفيدة استقبالهم وتوجيههم 383 منهم ذكور و154 منهم بنات وتم توجيه 475 منهم إلى دعم الحس المقاولاتي و 62 مستفيد إلى محور دعم التشغيل. الشكر الجزيل للسيد عام العمل القنيطرة على ثقته التي نعتز ونتشرف بها، كما تشكر قسم العمل الاجتماعي على دعمه ومواكبته وشكرا لكم. شكرا وتبارك الله عليكم والله يوفقكم ان شاء الله في كل دار تبارك توفيقكم تنسوا كذلك جميع الاخوان السلطات ولا كذلك اعضاء اللجنه اي مساعده يقدمها لكم عبر الاشاره بالاضافه الى المصالح الخارجيه ورؤساء الجمعيه اللي معنا ان شاء الله. الى اضافه الى ذلك التكوين يهم تقنيات البحث عن التشريع وهذه حاجيات لبسناها من عده ناقصه عند العديد من الشباب وهي تكوينات اساسيه للشباب لتسهيل ولوجهم الى سوق الشغل. فيما يخص تقدم المشروع بالارقام فهناك ثلاث مراحل، مرحله ما يسمى باستقبال ومرحله التكوين ومرحله الاندماج. والمسار الخاص بالمواكبه بعد جلب المترشحه والمترشح اي بوست كرياسيون، اول حاجه كنديروا بها هي لقاءات فرديه مع الحاملين المشاريع باش نعرفوا المشاريع اللي كيخدموا عليها، الانشطه اللي كيخدموا عليها، باش كنخدموا معاهم من خلال لقاءات سلالي معاهم مختصين على كيفاش يقدروا يحضروا جدول هذاك الجدول ديالهم والملف القانوني ديالهم اللي كيخولهم انهم يقدموا المشروع ديالهم سي بي دي او سي بي دي اش من اجل الدعم من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. بالنسبه للمشاريع اللي كيتم قبول الملفات ديالها من اجل الدعم فعندها مواكبه خاصه باش انها بالدعم اللي خدات تحقق الاهداف المنتظره والنتائج اللي كانت كترتقب باش من بعد يكون تقييم وتقديم ديال النتائج ديال جميع المشاريع اللي تم المواكبه ديالها في البوست كرياسيون او المواكبه البعديه. سياسه شمال دار السكر او السكر خاصه بالسكر او شمال دار السكر مسائل كثيره اللي كيصعب على ممولي على حمله مشاريع صغرى اللي ما كتجاوز 300000 درهم باش انتيغري بهذا الفيليال اللي تري انتيغري وعندها الشيء ديالها يعني مضبوط وبالتالي فخلال المصفوفه اللي اعتمدناها في الدليل المرجعي كيصعب اننا نمولوا مشاريع كيف كما جاء لسان الزميله اللي سبقتني في العرض ديالها. اذا هناك التقائيه بين جميع برامج ديال المبادره الوطنيه فيما يخص المنهجيه وهي منهجيه دقيقه اعتمدتها المبادره خلال البرنامج الثالث. للانتاج الفلاحي فعلا بحال اللي جات في الدراسه فواكه الحمراء، الفواكه الحمراء هي سلسله جد يعني مندمجه بحال الاخ ولكن ماشي واعده غير واعده غير واعده يمكن غير يعني سهله للتمويل ما يخص التمويل ديال الشباب وانما حنا في المخطط ديال
الاخضر ان استراتيجيه خاصه باش تكون تعاونيات ديال حيدر الحنين في القطاع الفلاحي بالارض هذه تقسم على الورطه والشباب كيبقى تقريبا عنده مساحات صغيره بزاف والشيء اللي كان قبل يعني مولي الارض القديمه ما بقاوش كينتظروا والخليفه ديالهم غاديا كيتقسموا فعلا خاصنا التجميع كاين وزاره الفلاحه موجود واحد البرامج ديال التجميع الفلاحي اللي غادي يكونوا تعاونيات L'industrie, donc je vois qu'il est bien représenté aujourd'hui par ces Moucherac. Donc aujourd'hui, l'objectif d'Yana est l'intégration locale. D'accord? Donc, Hélien, Yana, Khmzoustifunia, les suppliers, donc surtout PSM, Stellantis, aujourd'hui, donc c'est des suppliers qui sont aujourd'hui donc locaux. Il n'y aurait pas. المخطط ديال الانتيغراسيون لوكال حتى هي خصنا نخدمو عليه وهذا الشيء كاين بزاف ديال لي ميتي صغارين اللي كنا نخدمو عليهم اونصومبل شكرا السيد العميل وشكرا للحضور الكريم الاستراتيجية الجديدة ديال الجيل الأخضر فيها أهداف اللي من بينهم خلق تنظيمات مهنية مقاولاتية ديال هذا البرنامج الثالث ديال ندوان الشباب كاين واحد الالتقائيه بيناتهم لا بالقطاع ديال الفلاحه وبالمبادره ولا يعني خدموا كاملين في هذا الوجه الملكي وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم عم نوصلوا لنتائج قيمه. الانتقاء الجمعيات التاليه التي ستسهر على تسيير المشاريع السالفه الذكر ويتعلق الامر بالنسبه لمدينه سوق الاربعاء الغرب لتسيير المركز السوسيولي للقرب صرف اف بحي بدر واحد تم انتقاء جمعيات الاتحاد الرياضي الغرباوي لكره القدم. بالنسبه لتسيير المركز السوسيولي للقرب صنف ب بحي بدر جوج تم انتقاء الجمعيه الرياضيه لكره السله سوق الاربعاء. لتسيير المركز السوسيولي للقرب صنف اف بحي هين تم انتقاء جمعيه مواهب الغرب الرياضي لكره القدم. وبالنسبه للمركز السوسيولي للقرب صنف اف بحي السلام تم انتقاء جمعيه الامل الرياضي الغرباوي لكره القدم. فيما يخص جمعيه سوق ثلاثاء الغرب لتسيير المركز السوسيولي للقرب صنف أ تم انتقاء جمعية نادي أمل سوق ثلاثاء الغرب لكرة القدم. وبالنسبة لجماعة عرباوة فيما يخص تسيير المركز السوسيولي للقرب صنف أ تم انتقاء الجمعية الرياضية للكرة الحديدية عرباوة. بالنسبة لمدينة القنيطرة فيما يخص تسيير ملعب الرياضي بحي الحنشة تم انتقاء النادي الرياضي القنيطرة للريبي. وبمدينة مهدية المركز السوسيولي للقرب صنف اف فيما يخص تسيير تم انتقاء جمعية القنيطرة المدينتي ولتسيير المركز السوسيولي للقرب صنف اف تم انتقاء الجمعية الرياضية لشباب مهدية وشكرا. بس على انها هاد الشروط اللي كاين في لوكي تشارج تحترم لحذافيرها وفي حالة ما إذا وقع شي إخلال كيف ما كان الحال ديالو كيف ما كانت النسبة ديالو كيف ما كانت القيمة ديالو كيف ما كان الحجم ديالو تدخل في الحين واتخاذ الاجراءات اللازمه في الحين ما كانش تساهل لان هذا سي دوني بوبليك هذه اموال ديال الدوله ديال الشعب وهذو مديورين لبناء الشعب باش يستغلوا غير على سبيل المثال ماشي واش هذا الا كان جمعيه مهتمه بواحد القطاع رياضي خاص مثلا ديال كره القدم ولا ديال الركبي ولا ديال الهوم ولا ديال الباسكيت ولا ديال الفولي ولا الكره الحديديه ولا هذا كتسير واحد او تعطى لها تسير ديال هذا الاخر صافي با لي بان هذاك المركز غادي تكون فيه هذيك الرياضه يقدروا يكونوا فيه الرياضات كاملين وعلى حسب الحاجيات اللي كاينه ديال ولاد الاحياء اللي كاينه تما اذا هذا نعرفوا عندكم السيد المدير انتم الاخوان اللي غادي يكونوا معكم اللي كاين معك في اللجنه اللجنه اللي صارت على الانتقاء هي اللي تبقى لجنه مكونه وهي اللي تصر التتبع حتى واحد ما وافق اذا موافقه من الاجماع شكرا جزيلا وتبارك الله عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.